لو سارت الأيام عكس مراملا حتى ترى الإنسان ضاق بحاله وتموج في رحب وتموج في رحب الصدور همومها ويمينه تبكي لعسر شماله لا لا ترفع البلوى بأي وسيلة غير الصلاة على النبي وآله الشوق حركني بغير ترددي والشعر أبحر في غرام محمد فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفي الهموم ونهتدي وحبيبنا وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين وسيد الرسل أجمعين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين لا سيما خاتم الأوصياء الإمام المنتظر مهدي آل محمد صاحب السماحة أيها الأخوة والأخوات أيها المؤمنون والمؤمنات سلام من الله عليكم وعليكن ورحمة منه وبركاته أسعد الله أيامكم وعطرها بأهل العطر والكرم محمد وآل محمد تقبل الله قيامكم وصيامكم يسرني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات كما ويسرني أن أبارك لشيعة آل محمد للعراقيين ولشيعة أمير المؤمنين أينما وجدوا أبارك لهم النصر المبين بأبطال الحشد الشعبي ومن والاهم ونسأل الله الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لعوائل وأسر الشهداء والضحايا ونهدي لهم ثواب السورة المباركة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كما ويصادف في هذا اليوم ذكرى رد الشمس لأمير المؤمنين في بابل للمرة الثانية وقد ردت إليه أو له من قبل أيام الرسول صلى الله عليه وآله يقول إمامنا جعفر بن محمد الصادق بين رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر إذ نزل فسجد خمس سجدات فلما ركب قال له بعض أصحابه رأيناك يا رسول الله صنعت ما لم تكن تصنع قال نعم أتاني جبرائيل عليه السلام فبشرني أن عليا في الجنة فسجدت شكرا لله تعالى فلما رفعت رأسي قال وفاطمة في الجنة فسجدت شكرا لله تعالى فلما رفعت رأسي قال
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فسجدت شكرا لله تعالى، فلما رفعت رأسي قال: ومن يحبهم في الجنة، وأنتم إن شاء الله ممن يحبهم. فسجدت لله تعالى شكرا، فلما رفعت رأسي قال: ومن يحب من يحبهم في الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. وفي مناسبة رد الشمس لأمير المؤمنين قصيدة في اللهجة العراقية، سامحوني على أدائي المتواضع. كنت سامعيها قبل بس الإشارة إلى رد الشمس. أحبك يا علي، أحبك يا علي، وخلي اللي يلوم يلوم، انت أول عشق وآخر عشق انت. قالوليش عجب حبيت وبلا شوف، جاوبت السأل وبحجة سكتة. ما شفت الإله وأنا مؤمن بي، ما شفت بنظر بس بالقلب شفته. وعلي علي انت القلب والنبض والشريان، حبك بين جسمي وروحي وزعته. يا مطلق الدنيا وما ديناك العيب، كل من ما يحبك انا طلقته. علي الخادم تلبسه من الثياب اشكال، علي وانت علي والثوب رقعته. علي ونعالك هيج زهدك كان، يعني الغصب حقك إلنا وصفته. زعلت الشبع يا مشبع الأيتام، خاويت الدمع والجوع صاحبته. قالولي يا علي عنك بطين، قالولي يا علي عنك بطين، شلون وانت الدهر كل صيام خلصته. إذا حتى بفطورك ما تذوق الزاد، تفطر ماي والمسكين أطعمته. دللت الفقير وما تركت بعود، حتى الحسن هم مو هيج دللته. أريد أعرف أنت إمتى تنام، جاوب يا علي مو فكر حيرته. إذا أنت تروح تطعم الجوعان، وإذا بتجي بالطعم اليتيم تروح تسكته. وبنص الليالي تدقدق البيبان، املثم واللي يعرفك بس انت. ترجع يا علي تبدي صلاة الليل، ركعاتك دمع والجفن والجفن ذبلته. تسجد يا علي وكان النجم وياك، على اخر سجود الصبح طلعته. اذا ما اقتنع يا علي كنت تنام، ماخذ صفة من الله النوم حرمته. ما فاتك فرض، ما فاتك فرض، والفرض لما انفات قرص الشمس بس أشرت رجعته. علي القرآن شلته الما تحمي الأجبال، علي القرآن شلته الما تحمي الأجبال. وخيبر مو عجيب الباب لو شلته، وخيبر مو عجيب الباب لو شلته. صلوا على محمد وآل محمد. صوم الشهر كله صوم الشهر كله وطق ألف ركعة، مو مقبول له ما تهمل الدمعة. وحسين اللي دي وقع لك بصبعة أختها مضمونة بحسين أعمالك، مضمونة بحسين أعمالك. مدريت الخلود ومنفد الكلمات، لربات الشاف هاي الحسينيات. من بنبر حسين ملكنا عزة وذا اختها، بحسين العزة شمحلاها، بحسين العزة شمحلاها. صلي صلي شما تصلي وطول سجودا، ما ينفع لو الموت في، ما ينفع لو الموت في بعهودا. ومن خط الحسين تنول مريودة اختها، بالطرب السجدة تزكيها، بالطرب السجدة تزكيها، بالطرب السجدة تزكيها، بالطرب السجدة تزكيها.
وعلي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع بيوم القيامة وعلي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع بيوم القيامة علي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع إلى المدينة إلى المدينة ربي يبلغ زيارتنا بينا إلى المدينة ربي يبلغ زيارة طه طه المشفع هو هدينا إلى المدينة إلى المدينة ربي يبلغ زيارة علينا ربي بلغنا زيارة طه طه المشفع وعلي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع يوم القيامة وعلي إمامي عشت الشعب ويا ألف اسم الله ويا بشارة ناصر من عيد الله ويا حشد الشعب ويا ألف اسم الله ويا بشارة ناصر من عيد الله شباب مقاوم نادوا يا الله ودخلك احميهم يا رب الكون علي إيماني وعلي إمامي وعلي شفيع بيوم القيامة وعلي إمامي وعلي وعلي شافي يا حشد الشعب ويا ألف اسم الله يا بشارة ناصر من عيد الله ويا حشد الشعب ويا ويا بشارة ناصر من عيد الله شباب قوي نادوا يا الله ودخلك أحميهم يا رب الكون علي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع بيوم القيامة علي إمامي وعلي إمامي علي شفيع بيوم القيامة إلى المدينة وإلى المدينة ربي يبلغ زيارة نبينا إلى المدينة وربي يبلغ زيارة علينا بلغنا زيارة طه طه المشفع قرآن بقلبي وسلاح بإيدي وبالحشد الشعبي عندي عقيدي القرآن بقلبي وسلاح بإيدي وبالسيد علي عندي عقيدي ويا سيد علي اطلب يا سيدي من لب النيدة مطرح ما يكون علي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع القرآن بقلبي وسلاح بإيدي وبالحشد الشعبي عندي عهيدي القرآن بقلبي وسلاح وبالسيد علي عندي عقيدي ويا سيد علي اطلب يا سيدي من لب النيدة مطرح ما يكون علي إمامي وعلي إمامي وعلي شفيع بيوم القيامة علي إمامي وعلي علي شفيع بيوم القيامة إلى المدينة وإلى المدينة ربي يبلغ زيارة نبينا إلى المدينة ربي بلغ زيارة طه هو ويا عيني على المدينة ساكن فيها نبينا يا عيني على هو ساكن فيها هو هو المشفع فينا محمد غال علينا إلى المدينة وإلى المدينة ربي بلغ زيارة نبينا ربي بلغ زيارة نبينا صلوات على محمد وآله.
تحارب الحمية اليوم بالميدان خلوا هالزلم تلبس لبس نسوان معظم النسوان ولد ولد حامل حمية اليوم بالميدان خلوا هالزلم تلبس لبس نسوان ما لبسوا دروع الملبس الأكفان أخوتها وردوا هالقاع المخصوبة وردوا هالقاع المخصوبة من نادى على السيستان حيهم ها طبلين العدوين اللي يتلقى كل من عنده غيب الوطن نادى أخوتها أبشر مولاي احنا جنودك أبشر مولاي احنا جنودك أبشر مولاي احنا جنودك لا ترحم لا ترحم بعد للمال عفة ودين ودافع عن حريم الوطن الطيبين مثل ذبح الأسود بثورة العشرين هذه الأيام ثورة العشرين ذكرها مثل ذبح الأسود بثورة العشرين أخوتها وعليها اقلب سافلها وعليها اقلب الما يمضي لحيدر وركة أعماله الما يمضي لحيدر ورقة أعماله حال قشر يظل حال قشر يظل يوم الحشر حالا والشيع الموالي قال له نيالا أخوتها ما دام بحيدر شد حالا ما دام بحيدر شد حالا حسين الدين صرنا وبالاسم نفخر والرايد يفوز علينا ما يقدر ولو صارت لجاجة لود بالمنبر أخوتها وبيوم حسين نوازيها وبيوم حسين نوازيها يوم حسين نوازيها أجركم الله وكل عام وأنتم بخير وإمامنا راض عنا إن شاء الله يكون عام الظهور والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين